من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكوات. هذه الحلقة سوف نعرض فيها قصة من قصص الأنبياء، وقصة هذا النبي خص لها المولى عز وجل سورة كاملة في القرآن الكريم، وهي سورة يوسف. يوسف عليه السلام ابن نبي الله يعقوب عليه السلام، ابن نبي الله إسحاق عليه السلام، ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، وأمه رحيل ماتت بعد ذهابهم إلى فلسطين. خصه الله عز وجل بجماله الذي لم يؤتي أحدا من خلقه من قبل، كان جميلا جدا، خلقه جيد وخلقه جيد، وقد كان هو أحب والأقرب إلى قلب أباه يعقوب عليه السلام، لذلك فكان يخاف عليه دائما من إخوته الاثنى عشر. وفي يوم من الأيام رأى يوسف 11 كوكبا، ورأى الشمس والقمر يسجدون ليوسف، وذهب لإخبار أباه. وأباه لما سمع رؤياه عرف أنه سيكون له شأن عظيم في يوم من الأيام، وطلب منه ألا يخبر إخوته حتى لا يكيدوا له كيدا. وظل حقد إخوة يوسف عليه، وقرروا أن يقتلوه وأن يذهبوا به إلى الغابة ثم يفعلوا به فعلتهم، وطلبوا من أباهم أن يأخذوا يوسف ليلعب معهم ويرتاح، ولكن يعقوب عليه السلام خاف على ابنه ولم يأبى أن يذهب معهم. ظلوا وراء أباهم حتى أقنعوه بأن يأخذوه معهم ليلعب ويرتاح في الغابة ويفعلوا به فعلتهم، وهي أن يقتلوه. وفي طريقهم إلى تلك الغابة ليلعب يوسف معهم، قال أحدهم: لا نقتل يوسف، بل نرميه في بئر عميق ويأخذه أحد من أحد القوافل بعيدا علينا ولا نراه مجددا. وفعلا ذلك ما فعلوه. لما ذهبوا وبدأ يوسف يلعب، أخذوه ورموه بدون رحمة ولا شفقة في ذلك البئر العميق، وأخذوا قميصه ووضعوا عليه دماء من شاة ذبحوها، وأخذوه إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، لقد ذهبنا لنلعب وأخذنا يوسف معانا وتركناه عند أغراضنا، فأكله الذئب ولم نستطع إنقاذه. عرف يوسف أن أبناءه قد كادوا ليوسف كيدا، وأنهم كذبوا كذبة عليه، ولم تكن تلك دماء يوسف الحقيقية، وحزن حزنا شديدا. وبينما يوسف في ذلك البئر، أتت قافلة من قوافل مصر وأرادت أن تأتي بماء من ذلك البئر، وبينما رجل منهم يأخذ في دلو ويجلب الماء، التصق يوسف بذلك الدلو وصعد إلى هنالك. بعد ذلك قال أحدهم: إنه غلام، لقد وجدنا غلام، سوف نبيعه في سوق العبيد. وفعلا ذهبوا إلى سوق العبيد وباعوا يوسف بثمن بخس ودراهم معدودات، باعوه لعزيز مصر. أخذه عزيز مصر إلى زوجته زليخة، وطلب منها أن تربيه وتغذيه وتعامله معاملة حسنة حتى يكبر، ولكن جمال يوسف وحزنه طغى على قلب زليخة، وأصبحت تحبه يوما بعد يوم. وفي أحد الأيام ولما كبر يوسف عليه السلام،
أرادت أن تراوده على نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بدأ يوسف يجري راكضا إلى الباب الذي يخرجه من تلك الأزمة، الذي يخرجه من وساوس الشيطان، والتقى مع عزيز مصر، فاتهمته زليخة وقالت هو من راودني عن نفسي، ولكن يوسف قال إنها تتهمني. فقال عزيز مصر ألديك دليل؟ وكان الدليل هو رضيع من أحد أقارب زليخة، فنطق وقال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه وجده قد من دبر، وعلم أن زليخة هي التي أرادت أن تراود يوسف عن نفسه، ويوسف بريء وعفيف ولا يفعل مثل هذه الأشياء. ولكن الأمر لم يتوقف هنا، بل أخذ يصب في منحى آخر، فقد انتشرت الحكاية في أنحاء تلك المدينة، وعلمت النسوة أيضا، فأرادت زليخة أن تقيم مائدة وتحضر النسوة وتدخل عليهم يوسف ليروا مدى جماله، وأنها هي لم تكن المذنبة في حبها له. بعد ذلك عزمت كل نساء المدينة وأعدت لهم طعاما مما يشتهون، وآتت كل واحدة منهن سكينة، وقالت ليوسف ادخل عليهن. فلما دخل عليهن قطعوا أيديهن بالسكاكين، وقد كانوا مندهشين من جمال يوسف عليه السلام، وقالوا له يجب أن ترضخ لأمر تلك المرأة التي هي زليخة. فأبى يوسف عليه السلام ودعا ربه وقال إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه، وقام عزيز مصر وزج بيوسف عليه السلام في السجن، وزج معه رجلان، كان الرجل الأول هو ساقي الملك، وكان الرجل الثاني هو خبازه. وفي أحد الأيام رأى هذان الرجلان رؤيا، وطلبا من يوسف أن يفسرها لهما. قال الأول إني رأيت في المنام أن الطير تأكل من رأسي، وقال الثاني إني رأيت في المنام أنني أسقي الملك خمرا. وفسرها سيدنا يوسف عليه السلام بأن الرجل الأول الذي تأكل الطير من رأسه سوف يصلب ويموت وتأكل الطير من رأسه حقا، وأما الرجل الثاني فسوف يفرج عنه ويذهب ليسقي خمرا ويكون خادما للملك مرة أخرى. وفعلا خرج ذلك الرجل، وقبل أن يخرج طلب منه يوسف أن يخبر الملك بما قد تعرض له من ظلم في زمنه وقبل تلك السنوات، ولكن ذلك الرجل الذي هو ساقي الملك قد نسي من وساوس الشيطان، إلى أن جاء اليوم ورأى ملك مصر رؤيا عجيبة. رأى في المنام 7 بقرات سمان تأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، وطلب من كهنة المعبد أن يفسروا له هذه الرؤيا، ولكن كهنة المعبد لم يستطيعوا تفسير هذه الرؤيا، وقالوا إنها أضغاث أحلام وإنها من وساوس الشياطين فقط. فتذكر ساقي الملك يوسف عليه السلام، وأخبر الملك بأن في السجن رجلا يستطيع تفسير أي حلم كان وأي رؤيا كانت، فطلب الملك من رجاله أن يحضروا هذا الرجل السجين، ولكن يوسف عليه السلام أبى وقال إنني لن أفسر رؤياك أيها الملك حتى تثبت براءتي وتحضر المرأة والرجل اللذان زجا بي السجن ليخبر العالم أنني بريء. وفعلا فعل الملك ذلك، وأحضر زليخة وأحضر الرجل الذي زج به وهو عزيز مصر، واعترفا بغلطتهما وقال أنهما كانا يظلمان يوسف عليه السلام. وهكذا بدأ يوسف عليه السلام يفسر في رؤيا الملك، وقال إن البقرات السمان هن 7 سنين من الفرح والسرور، من خيرات الأرض التي سنأكل منها طوال هذه السنوات، ثم تليها بعد ذلك 7 سنوات عجاف من الفقر والقحط
لا تجد الأمة ما تأكل ولا يجد الشعب كيف يعيش. وأخبرهم أنه لديه حل لكل هذه الأمور، فجعل منه الملك مسؤولا عن اقتصاد الدولة في ذلك الوقت، وقد وجد حلولا لتلك الأزمات التي وقعت في مصر آنذاك. وفي أحد الأيام، ولما وصلت 7 سنوات القحط، أتى إخوة يوسف ليطلبوا الأكل من ذلك المد. وفي أحد الأيام وفي سنوات ذلك القحط الذي أصاب دولة مصر، أتى إخوة يوسف وطلبوا منه الطعام، فعرفهم يوسف عليه السلام، ولكنهم لم يعرف لأنهم لم يتوقعوا أن يوسف ستصبح له تلك المكانة العظيمة. فطلبوا من يوسف عليه السلام أن يعطيهم الأكل، ولكنه قال لهم: كم عددكم؟ قالوا عددنا 12 أخا. ذهب الأول ومات، أما الثاني فقد بقي عند أبانا لأنه يخاف عليه، وهو أخاه بنيامين. فقال يوسف لإخوته: لن أكيل لكم كيدا حتى تحضروا لي أخاكم بنيامين. فقالوا له: إنه عزيز أبانا وقريب من قلبه ويخشى عليه من كل سوء ولا يستطيع أن يبعثه معنا. فقال لهم: اذهبوا إذن، قلت لكم لن أكيل لكم كيلا حتى تحضروا لي بنيامين. فذهبوا وأخبروا أباهم بالقصة وأقنعوه أن يرسل معهم بنيامين، ففعل. دخل بنيامين على أخاه فحضنه وأخبره أنه أخوه، وطلب منه ألا يخبر إخوته بذلك. ولكي يبقى بنيامين في القصر وعند أخاه يوسف، أراد يوسف أن يفعل بهم مكيدة، ووضع تاج الملك في رحل بنيامين واتهمه بالسرقة. فلما فتشوا رحل بنيامين وجدوا تاج الملك، فقال لهم يوسف: لن تأخذوا معكم بنيامين لأنه ارتكب جريمة السرقة وسوف يبقى هنا ويعاقب. ذهب الإخوة إلى أبيهم طالبين منه العفو لأن أخاهم بقي عند يوسف، فلم يصدق أباهم القصة لأنهم فعلوا مكيدة بيوسف من قبل. وطالما بقي يبكي ويبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن. رجع الإخوة إلى يوسف لأنهم أصابهم الفقر وأصاب أباهم الضر. بعد ذلك طلبوا من يوسف أن يبقي معهم أحدا منهم ويبعث ببنيامين إلى أبيهم، وهنالك أخبرهم بأنه أخاهم، وأرسل معهم قميصه وقال: ارموه على عيني أبي ليعود بصيرا، ثم تعالوا أنتم وكل جماعتكم. بعد ذلك وهم في طريقهم إلى يعقوب عليه السلام، شم يعقوب عليه السلام رائحة يوسف من بعيد، فوصلوا ووضعوا قميص يوسف على وجهه وعادت عيناه بصيرتان. وذهب يعقوب عليه السلام وكل حاشيته وعائلته إلى يوسف عليه السلام وخروا ساجدين له. فهذه قصة سيدنا يوسف التي ابتدأت برؤيا وانتهت بنهاية وتحقق تلك الرؤيا، ألا وهي الشمس والقمر وكل الكواكب تسجد لسيدنا يوسف عليه السلام. وهكذا انتهت قصة سيدنا يوسف عليه السلام وغدر إخوته به ونجاحه مع الأخير. لم يتبقى لي سوى أن أقول لكم: صح فطوركم والسلام عليكم.